مفيش اسبوعين اتنين الكلب ابنه وكل النيابه ابن اللي هو ده معمر الدمرداش بعت المخبرين بتاعته والعساكر بتاعته خدوا ابني من جنب البيت المغرب قعد 4 ايام حبسه ضربه بالكرباج فتح وشه بالموس طفل يتضرب ويتعذب ويتعلق ليه؟ عشان ايه؟ كارت ارهاب لامه عشان اخاف وما اتكلمش عشان قلت كل ده في قلب قصه المطريه عشان قلت الحسن يكون في القسم والمحضر فهم طبعا خايفين راح تفوح تهديد وضرب فين ابني اتحبس واتضرب 4 ايام جه وشه متقطع بالموس جاي اليوم الرابع بالليل اليوم الرابع الساعة 2 بالليل مربوط ومتكتب بالحبال وقول لامك بنت كذا بنت كذا لو نطقت وفتحت بقها وكلمت نص كلمة تاني هنخلص عليك انت وامك في قلب في اي حتة تروحوها مش هتعيشوا في مصر كلها في اي سكن تروحوه هنعرف ازاي نعلمكم في الادب واسهل من البلطجيه اللي عندنا في لسه شفت حاجه انت امك لسه شوف البلطجه الحق ربنا شفت انواع البلطجه كلها لسه هوريك كل البلطجه انواعها كلها هوريها لك انت وابنك علي انا وابني من ساعتها 2010 لحد امبارح بالليل البلطجيه عليا في قلب شقتي بالضرب امبارح في كام يعني؟ امبارح بالليل واحد في الشهر واحد سبعة لحد امبارح بالليل 2011 ايوه لحد امبارح بالليل اتنين رجاله في قلب الشقه عليا بلطجيه بالسلاح سنك مع اولاد صاحبه البيت وصاحبه البيت ضرب فيها في قلب الشقه انتوا فاكرين تقدر عليهم دول ده هم الحكومه محدش يقدر عليهم محدش يقدر قدام القطر حد يقدر يقف قدام القطر فهم القطر حد يقدر قدام ده هم ناس واصله مش هتقدر عليهم مش هتعيش في مصر كلها واللي هم عايزينها تعملي غصب عنك تسيب مصر كلها هتمشي تروح هناك في سينا الحدود بيننا وبين اسرائيل واللي هم عايزينها تعمليه بخاطرك هتعمليه غصب عنك هتعمليه بضربه هتعمليه بضربه هتعمليه واللي هو ده لسه في الخدمه لسه في الخدمه وابنه ما عرفش يعرف بيته بيته ميدان ابن سندر ميدان ابن سندر شارع المكريزي رقم 25 الدور الساتن تخيل بقى يا فندم حضرتك الراجل ده مصر الجديده كان ساكن في شقه هنا في ميدان عابدين في ميدان عابدين ساكن في شقه اوضتين وصاله من 10 سنين تعالى قعد واخد 5 شقق تمليك في مصر الجديده الشقه 1000 متر اقل جهاز عنده في البيت عنده عند ولاده ب 100,000 جنيه شاليهين واحد في الساحل الشمالي في اسكندريه واحد في شرم الشيخ ابنه وكيل النيابه ده لسه في الخدمه موجود في الخدمه وقدمت انت في شكاوى كتير جدا في دار القضاء العالي تفتيش القضاء العالي تفتيش النيابه مفيش حد محامي متكفل بالموضوع ده ابدا طب البلاغات يا حاجه اللي قدمتيها للنائب حافظ كلها ابنه خدت قضيته احتمال النائب العام سبتها لسكرتير النائب العام بعد شهرين اتنين بعتها لي مع عسكري عنده في الخدمه اللي هو معمر عبد الدمرداش وكان بعتها لي مع السكرتير مع موظف ايوه جابها مع عند النائب العام ازاي انا ما اعرفش جاب الورق كله مع عند النائب العام ازاي ابنه انا ما اعرفش واي ورقه اشتكيها عند النائب العام او عند تفتيش النيابات بيجيبها مع تجيبها يا تتحفظ يا تجيبها يا اما تاخد حفظ وعلى شرط تتعامل مظبوطه جدا وكان المحاضر اللي معايا ولا عارف اخد حق ولا بطل لحد امبارح بتهديد بالقتل خلاص عليك انت وابنك حاسه بالامان عن اي حته ثانيه الصراحه سرقوا الدش سرقوا الطبق بتاعنا كسروا الطبق ديت دخلنا يوم الاثنين بالسنجه بالسنج في قلب شقتي اثنين رجاله تبعه مع صاحبه البيت وولادها كتفوني جوه شقتي انا وابني واحد بسنجة جاي بسبب ده كده اتنين دول كسروهم لي بسنجة قطعوهم لي بسنجة ايوه قطعوا شرايين هنا كده بسنجة متخيطة دول قطعوهم بسنجة من هنا كسر من هنا كويس ابني جه حوش عني خد مطوة في دراعه سنتيمتر في دراعه رحت في دم وسبب مدلدلة كده للجيش المجلس العام كنت بتهنها رحت له يوم الاثنين بالليل انا وابني بدمنا العقيد جوه قال روح قص المطرية من المحضر واكشفوا تعمل تقرير طبي وهات صورة المحضر رقم المحضر وصورة التقرير الطبي بتاعك
عملت وطلبت معاينه من قسم المطريه، الظابط قال لي كلمتين، بقول لك لما عين الشقه كسرت طبقه الكسر، طبقه دي اتكسر، الريسيفر اتسرق، حياتي كلها كسرت في قلب الشقه واتسرقت قدام مننا، اطلع معايا معاينه. قال لي لا مش هطلع معايا، كل اعمله اعمل لك محضر بس، ولو عارف انك هتكتبي اسم وكل اللي ده في المحضر واسم اللي ما كنتش عملت لك المحضر ده خالص. رقم المحضر كام يا حاج؟ معايا في قلب الورق هنا حضرتك. اه طبعا. امسك ده كده يا حبيبي. معايا يا فندم. محتفظ بالورق كله معايا. ده بتاع القوات المسلحة وده الجنح. بعته للدكتور في المستشفى بدل ما يعملها يعني 21 يوم، خلوها عملها كدمات، والدكتور خلوها عملها كدمات برغم ان خياطة وجبس، خلوها عملها كدمة. خد المحضر عامل الاسبوع اللي فات، رحت الداخلية اشتكيت محدش جه ولا حد عبرني في الداخلية، طلبت النقد محدش عبرني، رحت للنائب العام ولا حد سأل فينا، ما حددها